بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما عرضنا الصورة بشكل المسار العادي as a files عايزين نعرضها بقى جاي من الداتابيز. طيب انا عشان اعرضها جاي من الداتابيز مشكلتي كلها ان انا ان الايمجز في ال HTML عايز اتعرض على باث المسار. طب انا عندي باينري. في طريقة مشهورة جدا ان انا احول الباينري الى ايه؟ الى مسار، او الصورة الى مسار. ازاي دوت؟ انا هسيب لك الكود القديم لو انا عايز اشتغل على uploaded image as a files، يعني في ملفات. ده الكود القديم، انا هعمل طبعا هكومنته بس هخليه عشان لما توصل للسورس يبقى برده معاك لو انت عايز تشتغل على files uploads او كلام زي كده. لكن انا المرة دي عايز الوضع مختلف، عايز اشتغل احول الباينري اللي جاي لي الى ايه؟ الى مسار. اعمل ايه؟ قلت له كاستمر دوت كاست ايمج هتساوي ايه بقى؟ انا عندي كاستمر دوت كاست ايمج في عندي منها حاجتين بس، انا هحول الداتا الى من باينري اليو ار ال. فعملت فانكشن سميتها كونفرت باينري داتا تو يو ار ال، دي فانكشن لسه هبنيها دلوقتي ان شاء الله. كونفرت باينري داتا تو يو ار ال اللي هو هيحول الباينري ويظبطها على يو ار ال، وجواها هتاخد بارامتر اللي هو كاستمر دوت كاست ايمج بس عايز الداتا منه، لان في طبعا التايب. التايب انا مش عايز، انا عايز الداتا اللي هي الباينري ذات نفسها. فلما اقول كاستمر دوت كاست ايمج دوت داتا كده بجيب الباينري ذات اصله، هبعته للايه؟ للفانكشن اسمها كونفرت باينري داتا تو يو ار ال، وهي بقى تحوله لي على حاجه اسمها بيز 64. فعملت فانكشن سميتها كونفرت باينري داتا تو يو ار ال، وعملت فاريبل هسميه مثلا بيز 64. هنادي على البي تي او اي، خلاص هي دي اللي بتديني او دي المين اللي هتديني ان انا عايزه مني رو سترينج، لان طبعا الباينري داتا دي جايه كاري زي ما شفناها بالظبط في البوست مان. خلاص فكل كاركتر اري، كاركتر اري كل واحد بيعبر عن رمز ما او كاركتر كود معين. فاقول له بص سترينج دوت فروم كاركتر كود معين دوت، عايزك تجري على كل كاركتر كود فانكشن، تابلاي عليها فانكشن. هي الفانكشن دي هي هتمسك او هتاخد ايه؟ هتجري عليها اللي هي الاري. الباينري داتا دي جايه لي اري اوف كاركتر كودز، هي هتحولها والبي تي او اي هتكونفرتها الى بيز 64 كصوره شغاله بيز 64، هي اصل الصوره. عايز بقى اخد البيز 64 دوت، ده سهل عليا ان انا احوله الى يو ار ال في اتش ام ال بسهوله. عملت فاريبل سميته يو ار ال، هنادي بقى على البيز 64 اللي انا عملته دوت، تمام؟ هحط قدامه بس تعريف للبراوزر ان دي داتا عباره عن ايمج. ازاي؟ بثبت بس استاتيك كده داتا في الاول واحط البيز 64، البراوزر يفهم. هقول داتا وكولون ايمج على جي بي اي جي، خلاص، وسيمي كولون وبيز 64 وكوما، وبعد كده ارمي الايه؟ ارمي البيز 64 بعد ما كونفرت الباينري داتا الى بيز 64. لو مسكت اليو ار ال ده وحذفته في البراوزر هيفهم ان دوت يو ار ال للصوره. طبعا في طرق ثانيه احسن، ودي الطريقه فيها برضو الى اخره، لكن ممكن نحسن. لكن على العموم انا حولت الباينري داتا بالسطر الاولاني الى بيز 64، والبيز 64 انا هفهم البراوزر بملحق كده في الاول خالص. اقول له داتا كولون ايمج على جي بي اي جي سيمي كولون بيز 64 كوما، وبعد كده اقوم رامي له مين؟ البيز 64. لو اترمى اليو ار ال ده للبراوزر، البراوزر هيفهم ان دي ايه؟ عباره عن صوره. فهو بيريترن اليو ار ال. فاليو ار ال دلوقتي بالنسبه لي لما الفانكشن دي ترن هيرميها مين؟ هيبقى اليو ار ال ده هيتحط جوه الكاست ايمج، هو ده المطلوب. يبقى هياخد كل الداتا دي ويحولها بالطريقه بتاعتنا ديت الى يو ار ال ويسلمها للكاست ايمج، فالكاست ايمج تبقى شايله اليو ار ال الجديد دوت اللي هيترمي بعد كده في الاس ار سي بتاعت الايمج. تعال نعمل ريفريش. الله ينور. واحد يقول لي بجد؟ اه والله هي دي، يعني هي دي الصور اللي طالعه من الداتابيز. انا ما حسيناش طبعا بفرق لان احنا كنا عاملينهم هم صح، كنا عاملين نفس الصور اللي موجوده في الداتابيز، هي مرفوعه في الفولدر. في الفولدر هثبت لك ازاي؟ مش عارف اثبت لك ازاي، لكن هروح ارمي الصور من جوه الفولدر عشان اتاكد بس، او اغير اسمها. هذه الصوره مثلا هي بتاعت عادل دي مثلا اللي كان مش عارف كام واحد، انا هغير اسمها خالص. فطبعا سميتها اكس دوت جي بي جي، فطبعا دي المفروض كده تقع، لكن انا بس بثبت لك ان لا، هو ما جابش من الفايلز، اهو جايب من الداتابيز. فالداتابيز ما زالت زي ما هي في ادي الصوره. طب لو انا عايز اوريك كده من سبيكت واوريك اليو ار ال اللي متخزن في الصوره، بص معايا. بص
هتلاقي ايه؟ ادي الاس ار سي شايل، بص ادي الايه كل الاستريمنج اهو اللي اتحول الى بيز 64 زي ما انتم شايفين اهو. البيز 64 كل الكتابه دي اتحولت الى بيز 64 وحطت في اليو ار ال وقدر يفهمها، وقدر يفهمها. خلاص؟ لو حاولنا ناخد منها كوبي او شيء مش يعني، طبعا لو حطينا خدنا منها كوبي وحطيت في اليو ار ال وضربت انتر هتتعرض الصوره. بس اهم حاجه الحته ايه؟ البريفكس اللي احنا حاطينه في الاول او الجزئيه اللي احنا حاطينها في الاول. دوست انتر اديكم شايفين الصوره بتستعرض عادي والبراوزر بيفهمها. فهو ده بالنسبه لنا التكوين اللي خدنا الباينري حولناه لبيز 64 ومن بيز 64 حطينا له اللاحقه دي عشان يفهم ان ده يو ار ال، وبطبيعه الحال سلمناه بالنوك اوت الى الايه؟ الى الاتش تي ام ال، فقدر يعرض الصوره من المونجو دي بي على طول على الاتش تي ام ال.